تعال نشوف ورقة العرض الخامسة والأخيرة في اليوم الثالث الجلسة الأولى. طبعا عنوان الورقة هذه مجالات عمل حوكمة الشركات. هناك مجالات عديدة مختلفة للحوكمة، ولكنها مترابطة كحلقات سلسلة واحدة تجمع بين كل منها لتؤثر في الآخر وتعمل على تحقيق أهدافها جميعا وبشكل مترابط، وهي كالآتي. الآن نتكلم على مجالات عمل حوكمة الشركات. المجال الأولاني من مجالات العمل واللي يفترض أن تكون من ضمن مهام معهد الحوكمة، مجال تأسيس فكر وثقافة الالتزام، حيث تقوم فلسفة الحوكمة بإثراء وإخصاب فكر وثقافة الالتزام، وهو فكر ارتقائي بنائي، فكر قائم على التقاليد العتيدة الراسخة والتي تعمل على بناء وتأسيس مضمون القيم والأخلاق الواسع المدى، وتعريف حجم المخاطرة بالغة الضخامة الناتجة عن رعونة وعدم التصدي للانحرافات. المجال الثاني مجال تحقيق المصداقية وزيادة الثقة، خاصة في البيانات والمعلومات التي يتم نشرها عن الشركات وما تتضمنه تقارير مراقبي الحسابات عنها، ومن ثم يتم تحسين فاعلية وقدرة النظام المحاسبي في الشركات وعلى إيضاح ما يحدث وما يتم فعلا في الشركة. المجال الثالث هو مجال تحسين الشفافية وتحقيق الوضوح. مجال العمل الثالث في حوكمة الشركات هو تحسين الشفافية وتحقيق الوضوح. تستخدم الحوكمة كأداة تنوير واستنارة وإلقاء الضوء على الجوانب المختلفة القائمة بالشركات، وبالتالي لا يوجد أي شيء من شأنه أن يقلل من قدرة على رؤية ما يحدث بالشركات، أي أن الحوكمة تحد من الضبابية وعدم الوضوح واللبس والعتامة والظلمة. وكلما كانت الحوكمة قوية كلما كانت فاعلة وكلما ساعدت في تحسين درجة الشفافية والوضوح. المجال الرابع اللي بتعمل فيه الحوكمة هي مجال توفير عناصر الجذب الاستثماري المحلي والدولي، أي أن الحوكمة ليست هدفا في حد ذاتها، ولكنها وسيلة وأداة للوصول إلى تحقيق أهداف متعددة، وأهم هذه الأهداف الخاصة بالشركة أو بالاقتصاد القومي هو توفير عناصر جيدة للجذب الاستثماري، سواء من جانب المستثمرين الدوليين أو من جانب المستثمرين الوطنيين أو المحليين. وتعتمد عملية الجذب أساسا في أي سوق على توافر عناصر الشفافية والمصداقية وتأكيد نزاهة المعاملات وارتباطها بهيكل القيم والمبادئ المتعارف عليها، وهذا ما تعمل عليه حوكمة الشركات. المجال الخامس مجال تحقيق العدالة وتطبيق مبدأ على قدم المساواة. وفي هذا المجال تقوم الحوكمة على تهيئة الفرص المتاحة للجميع، سواء موظفين أو شركات أو أعضاء مجلس إدارة أو إدارة تنفيذية أو أصحاب مصالح، وعلى تطبيق مبدأ على قدم المساواة، مما يزيد من الشعور بالعدالة والإنصاف وبالتالي الأمان، وبما يقضي على حالات العجز والطمع ونهم الفساد. المجال السادس مجال تحسين الأداء. في هذا المجال تعمل الحوكمة على حسن إدارة الشركات، خاصة فيما يتصل في عمليات التخطيط أو التنظيم أو التوجيه أو المتابعة، ومن ثم تزداد الكفاءة الإدارية للشركات من خلال تحديد الأهداف الخاصة وتحديد البرامج التنفيذية اللازمة، ثم حشد الموارد والإمكانيات الكفيلة بتنفيذ هذه الأهداف. المجال السابع اللي حتشتغل أو اللي بتعمل فيه حوكمة الشركات مجال زيادة الفاعلية والاهتمام. تقوم الحوكمة بدور شديد الأهمية في زيادة فاعلية الشركات وجعل حاضرها ومستقبلها واعدا من خلال عدة وسائل. يبقى الحوكمة لها دور كبير في زيادة فاعلية الشركات وجعل حاضرها ومستقبلها واعدا من خلال عدة وسائل. الوسيلة الأولى وسيلة زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة. الوسيلة الثانية زيادة الجودة والارتقاء بالنوعية. والوسيلة الثالثة وسيلة اكتساب مزايا تنافسية خاصة في مجال التسعير والخدمات وما بعد البيع، خدمات ما بعد البيع.